هناك شياطين الإنس الذين يسرقون النور من القلوب، يقولون لكم لا تحتفلوا بميلاد رسول الله، يقولون لكم لا تمدحوا رسول الله. طيب أنا أقول لكم كلمة وبلسان عادي، أي واحد منا إذا مدحه أخوه يفرح أم لا يفرح؟ يفرح. الإنسان إذا كان مدح أباك لأبوك مدح، قال أبوك رجل ذو كرم وذو شجاعة، أبوك رجل ذو أخلاق، أبوك له كذا من الخصال والشيم، بدون شك تكافئ ذلك المادح، تكافئ ذلك المادح الذي مدح أباك ومدحك أنت ومدح بلدك ومدح أخاك تكافئه. لكن إن سمعت أحدا من الناس يذم والدك يقول والدك رجل ذو أخلاق سيئة، رجل كان بخيل، رجل كان كذا وكذا من الخصال الذميمة، بدون شك أنك تكره ذلك الإنسان. يا إخواني إذا كنا نفرح بمدح أنفسنا نحن، أنا إذا مدحني الناس أفرح وإذا ذمني الناس أغضب. الناس إن مدحوا والدي أفرح وإن ذموا والدي أغضب. طيب إذا كنا نفرح بمدحنا وبمدح أصولنا، لماذا لا نفرح بمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا بكل الخير؟ هذا النبي لا يستحق منا أن نحتفل بميلاده؟ نحتفل، نحتفل بميلاده، نحتفل بميلاده، نحتفل بميلاده، نحتفل بميلاده أيها الإخوة. نمدح رسول الله، نمدح رسول الله، نمدح رسول الله، نمدحه، نعم نعم نمدحه. ولن يستطيع أحد من الناس أن يأتي ببرهان يبرهن به على منع الاحتفال بالمولد، والله لن يستطيعوا. عرف المسلمون نبيهم، عرف المسلمون إسلامهم، عرف المسلمون ربهم، سواء تكلم فلان أو فلان لا تبالوا بذلك. هذا هو الطريق الذي يوصلكم إلى الله.